السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابع المغاربة مشهدا غريبا ليلة الاثنين، حيث نشروا مقاطع تظهر أجساما مضيئة غريبة وهي طائرة تسير مثل صواريخ فضائية، ولم يتبين لهم بالضبط أهي نيازك طائرة مشتعلة أم شيء آخر. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين مقاطع فيديو توثق لأجسام غامضة وهي تنير سماء عدد من مدن شمال المملكة وسط تساؤل حول ماهيتها. وأظهرت لقطات مصورة من طرف مواطنين ما يبدو أنها نيازك احترقت بعد مرورها بالغلاف الجوي للأرض في مدن طنجة وتطوان وشفشاون، كما وثقت نفس المشاهد في مدينة سبتة المحتلة والجنوب الإسباني. وتمثل قطع النيازك كنوزا فريدة بالنسبة لصائد النيازك الذين سيشدون رحالهم نحو مدن شمال المملكة للبحث عن صيد تمين جادت به السماء قبل بيعه لأحد معاهد البحوث أو المتاحف العالمية مقابل مبالغ قد تصل إلى عشرات آلاف الدولارات. سبحان الله. لا والو، هذه عمري شي هيدا ماشي هيدا.